السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم شباب شو مسوين معكم أحمد أو شون جيكس بونج. مقطع جديد, مقطع اليوم سولو 24 كيل سولو. طيب قبل لا أهلكم مع المقطع راح أشرح لكم كذا نقطة. النقاط هذه اللي راح أقولها بإذن الله إنها تصنع فرق إذا عندك أنت مشكلة من ناحية الإيم أو البناية. سبق أول شيء سبق وإني تكلمت قبل عن موضوع الإيم والبناية والشاشة وكل المواضيع هذه في مقطع, راح أحط الرابط تحت في الديسكريبشن. إذا ما شفته روح شوفه اللي بيفيدك مرة. نبدأ الآن بالموضوع الحالي. طيب الآن أنت إنسان عندك مشكلة في الإيم, عندك إيمك يهج, إيمك يضيع, إيمك مو بثابت. طيب ابيك تحط الان شيء في راسك, لازم تعرف الشاشه والايم وتقارنهم ببعض. هذه كيف؟ لازم تشوف المقطع اللي فات وتفهم زبده الكلام هذا. الان انا راح اتكلم لك عن موضوع الايم. نبدا في الايم. اول شيء الايم يا طويل العمر والسلامه, لازم تعرف انك مو اذا سرعت لفتك معناتها انك راح تصير بسرعه تذبح او راح انك تصير مأيم او انك لازم تقلد اعدادات فلان. اترك اعدادات الجميع وركز بنفسك انت. لازم تعرف نفسك, هل انت انسان يعني نشيط؟ هل أنت إنسان تتعود على الإيم وترجع إيمك وتحمي بسرعة, أو إنك تأخذ وقت فترة ووقت زي أنا؟ أنا من النوع اللي ما أحمي بسرعة وأبغالي يمكن مدة تجاوز الساعتين إلى 3 ساعات من اللعب عشان إيمي يضبط أو يرجع. الآن راح نتكلم عن الإيم. بالنسبة لي الفترة الحالية جالس أشتغل وحاول إني أرجع من إيمي, لأن إيمي بدأ يضيع بسبب إني أغلب لعبي طقطقة وأغلب لعبي ما أبالي, وطفشت من الكلز وطفشت من التعريق وصاير بس أحب أغير جو وأسولف مع أخوي وأدور سوحات. لكن حاولت الفترة الأخيرة أو الأسبوعين اللي فاتت إني أضبط لي أو أرسي على إعدادات تخلي من إيمي مسطرة. المقطع اللي بتشوفه أمامك أبيك تعد معي عدد غلطات الطلقات أو الطلقات الضائعة في الشتقن. لو تلاحظ معي قليل جدا تشوف طلقات ضائعة, ما أذكر كم, هل هي ثنتين, هل هي ثلاثة, هل هي طلقة واحدة اللي ضاعت؟ بتشوفها أنت وبتعرف بنفسك. راح تلاحظ أن أغلب الطلقات كلها هد. ليش؟ اول شيء اعداداتي راح تطلع قدامكم الان. اعداداتي تغيرت, كانت اول الاعدادات اللي كنت العب فيها من 9 في الاكس و8 ونص الى 9 في الواي, وكانت سرعة البناء عندي 1.4. لكن ايش سويت الان؟ قلبت ام الطاولة. راح لازم اشرح لك حاجة مهمة. اول شيء حط براسك عزيزي المشاهد ان ترى العلاقة بين سرعة الايم اللي هي الاكس والواي علاقة طردية مع سرعة البناية. كيف علاقة طردية؟ فهمني. سرعة البناية اللي خط لها تحت ضافوه جديد مع سرعة الايم الاكس والواي, كل ما زادت سرعة الايم في الاكس والواي بتزيد سرعة البناية تلقائية. يعني انت لو انك حاط سرعة ايمك وابغاك تجرب الان تحط سرعة ايمك الايم انا اكس فيه الاكس والواي, حطها 1.1 وروح عند البناية حطها فل اعلى شيء. اوكي ابيك تحطها اعلى شيء 2. راح تلاحظ ان سرعة البناية عندك بطيئة مي بالاثنين. ليش؟ ان الاكس والواي عندك مي بسريعة, فهم يقربونها لبعض. فانت لازم تعرف انك ترى الان اذا رفعت في الاكس والواي تلقائيا راح ترتفع معاك سرعة البناية. عشان كذا لازم تفرق بينهم, اذا بترفع هناك تقلل هنا, عشان هم الشركة اصلا مساعدينك في هذا الشيء وموزنينها لك. فانت اذا بتقلل سرعة الايم لازم انك ترفع سرعة البناية عشان ما تكون سرعة الايم برضو قليلة. بتقول انا لحشت مخك, طيب ابي منك شيء واحد, تدخل كرياتيف او بلاي جراوند وتحط سرعة الايم والبناية الايم فقط الايم 1.1 او 2.2 او 3.3 وترفع اعلى شيء سرعة البناية. راح تلاحظ سرعة البناية هي بسريعة مرة, بعكس انك اذا حطيت الاكس والواي 5 او 10 ورفعتهم هذيك الى 1.5 او الى 1 سرعة البناية, بتلاحظ سرعة البناية هي 1 اسرع من السرعة اللي جربتها في اللفة 2 و3. ان شاء الله اني ما لحستك, ان شاء الله انك بتفهم. لازم تجرب انت عشان تفهم وش اقصد انا. طيب اول شيء الكلام اللي اقول لك ترى ابدا مو مسجل, ان شاء الله اني ما انسى شيء, وان شاء الله اني اوضح لكم جميع الصور والافكار. الان انت تبي اعدادات, تبي شيء يضبط ايمك, تبي شيء تلعب فيه وما تغيره. لازم تحط براسك انه مو من يوم او يومين او ساعه ساعتين راح يضبط فيها ايمك على طول. الاعدادات اللي راح تلعب فيها هذه راح تقعد فيها تلعب لمده اقل شيء اسبوع 5-4 أيام. أنت وسرعتك في الاستجابة وسرعتك في التعود. أنا شخص تعود بسرعة, أنت لا, والله شخص تعود ببطء. أوكي أنت يبغالك فترة أكثر, عشان كذا مو إذا غيرت سرعة البناية أو قلت سرعة بناية أحد أو إيم أحد راح تحس إنك عندك مشكلة. ليش هو كويس أو لا؟ ما تدري أنت كيف شاشته, ما تدري أنت كيف مسكت اليد وجلسة. ترى الجلسة ومسكة اليد مهمة, وسبق إني شرحتها. ما أبغى أتطرق لموضوع الشاشات اللي شرحتها في موضوع في المقطع اللي فات, كيف تقارن سرعة إيمك وشاشتك, كيف تعرف اني الان لازم ارفع ولازم اقصر. هذا كله تكلمت عليه في مقطع فات, تبي تشوف الرابط تلقاه تحت.
الآن إذا حسيت إن إيمك ضايع ويحذف يمين ويحذف يسار وأنت ما أنت قادر تثبت الطلقة أو ما أنت قادر تحدد المكان اللي تختار فيه الطلقة، كل اللي عليك عزيزي المشاهد إنك تتعوذ من إبليس وتترك سرعة اللفة العالية وتنقص سرعة اللفة. تنقصها إلى متى؟ تنقصها إلى ما تحس إنك أنت الآن صرت ما تفوت الطلقة عن جسمه. يعني مثلاً هو يسارك وأنت تناظر يمين، إذا لفيت يسار طيب تحط الطلقة بجسمه ما تفوت جسمه وتحذف بعيد، تحط الطلقة فيه سواء جتها ولا لا. إذا شفت وضعك ضبط من هذه الناحية ابدأ جربها وانت تنقز وانت في السماء وانت ناقز من فوق على تحت لين ما تحس انك خلاص اتقنت الوزنية. السالفة كلها سالفة وزنيات، إذا قدرت توزن الموضوع صدقني انه مع الوقت بتصير تلقائية منك وانت نازل وانت طالع تبلع في العالم هدات وانت رايح وانت جاي. كل اللي ابغاه منك تبدأ تناظر نفسك، ايمك يهج يروح بسرعة عن الخصم، قلل من سرعة لفتك. انا لفتي قليله زي ما انتم شايفين، مو بشرط اني اخليها مرتفعه عشان يطلع ايمي مضبوط، وبالعكس اشوف ان ايمي الان من افضل الاوقات اللي كان فيها ايمي يعني مضبوط. عشان كذا كل اللي عليك تشوف اللفه المناسبه لك من خلال تجربتك، لا تجرب لي ساعه ساعتين جيم جيمين، ابيك تاخذ وقت مع نفسك يومين ثلاثه اسبوع ايا كان. شفت ان وضعك مضبوط من ناحيه الايم اوكي توكل على الله، لا توسوس تقول والله انا طلقه ما تجي ما ادري ايش، الجيم اللي قاعد شو قدامك قاعد العب بينج بيتراوح من 120 وانت طالع يعني زفت النت كان. فابدا ابدا لا تحط براسك ان هذا الموضوع توسوس فيه، خليك مركز على شغلك انت بنفسك، ادخل كرياتيف الا ابن 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 ابن، جيب لك واحد من اخوياك تلعب مع فايتات بنا، ترى فايتات الكرياتيف تطور تطور باللعب مره مره، وباذن الله راح انزل لكم مقطع اشرح لك فيه افضل الطرق للفايتات البناء بكرياتيف وكيف تطور من البنايه وتخليها افضل وافضل. انا ما جاي اتفلسف عليك عزيزي المشاهد، انا جاي احاول اشارك بعض الاشياء اللي طورت من بالنسبه لي في الايم وفي البنايه. انا ما اقول اني اسطوره، ما اقول اني او ماي جاد شيء مره قوي، لا 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 لا، لكن اشياء كانت فيها في الماضي جاهل والان صرت اعرفها واستفدت كثير. فأتمنى أنها تعجبك، أتمنى أنك أنت الآن تبدأ تشوف نفسك وش اللي ناقصك وتعدله. إذا عندك مشكلة في البناية، مشكلة في الإيم، العب في الإعدادات لين ما تلاحظ. أبداً لا تحط براسك إني إذا خذيت إعدادات أحد راح تصير زيه أبداً. واللي يسأل مستقبلاً الشاشة اللي ألعب فيها، أنا أني أدري في ناس تسأل 24 بوصة بينك بينكيو أو بينك ما أدري شو اسمها الزبدة، لفة بطأتها بسبب إن لعبي صاير ثقيل، مو ما في زي السرعة اللي فايتة إني أنا أول كنت بشكل مستمر أحرق وأعرق، الآن والله ما أعرق كثير، فلذلك أبغى ألعب رايق ما أبغى أسرع في اللفة. كل ما بطأت في اللفة كل ما كان تعديل الإيم فيها أسرع، لانك ما تحس بصعوبه وزنيه، على طول اللفه بتكون بطيئه صعب انك تضبط اوضاعك. ولو تلاحظ عزيزي المشاهد هذه من تجربه شخصيه، السواحات او المنوب، ما بقول منوب بقول السواحات، جوردن انجولا ستيف الشباب هذولي اذا جاء يطلق بالبومب تلاحظ انه ايم، واذا ايم بالذات جوردن البلس اذا ايم اعرف انه بيأيم وبيعطيك هد 220 بيطيرك. فانتبه من سالفة السواحات هذولي، انا ما اخذ الحكمة هذه منهم، لاحظت ان اغلب لفاتهم 5 4 6 يجيك لفة بطيئة، بس اذا طرق والله بيزعلك. اذا جاك نوبي اي بالشدقة من مسافة نص سنتيمتر اعرف انك بتودع الملعب عزيزي المشاهد، فاحذر منهم، موضوع خارج النص بس ما في مشكلة. عموما ما بطول عليكم، اتمنى المقطع يعجبكم، راح اترككم معاه، لا تنسى اللايك، اتمنى اني افدتك لو بشيء قليل، اتمنى اني حمستك لو شيء بقليل. واصل كيب جوينج، اكتبوا لنا اذا تبغون ننزل لكم شروحات او اشياء افضل للمستقبل، شيء ودكم تعرفونه انا جاهز تحت امركم، انتم تطلبون وانا انفذ. شكرا لكم جميعا على الدعم الفتره الاخيره، لا تنسى اللايك اذا ودك، اشترك اذا ما انت مشترك والله بتنور ام القناه. اعذر المقطع بدون فيس كام، المقطع صورته من السوني فعشان كذا ما في فيس كام. شكرا لكم جميعا، كودراتيم شوب اس اكس بي، تتابعني في تويتش اذا ودك، فمان الله، تعال 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 قبل فمان الله، جرس التنبيهات فعل الله يلهينك، ايوه ترى ما بينقص منك شيء، فعله 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 فعلته، الله يسعدك ان شاء الله، صلوا على نبينا محمد، شكرا لكم.
كل العالم ار بي جي.